20/8/2012 بلدة الغنطو جراء القصف بصواريخ الفوزليكا مصدرها الكلي أو الهجاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى الروضات للتعليم الأطفال لم تسلم من بطش النظام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جراء القصف المتواصل على بلدة الغنطو 20/8/2012 روضة تعليم الأطفال صبرا جميلا وبالله المستعان 20/8/2012